بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس كيف تكتب عند الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من المستغفرين بالأسحار بعمل يسير جدا. تستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى 70 استغفار. قال رب العالمين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من صلى بعد العشاء واستغفر في وقت السحر في آخر الليل 70 استغفار كتب من المستغفرين من الأسحار. مين المستغفرين من الأسحار؟ الناس لهم منزلة عالية جدا في الآخرة. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هم دول. لذلك قال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر في وقت السحر 70 استغفارا. أمرنا بمجرد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل جبريل عن وقت السحر وفضله قالوا له: لا أعلم، إن العرش يهتز في وقت السحر. العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى بيهتز. ذلك أنت في دقيقة واحدة تكتب المستغفرين من الأسحار. ذلك أنا ظابط المنبه على الساعة واحدة بالليل بس عشان ما انساش، وأول ما يبدأ أقول أستغفر الله 70 مرة. لو أنت قلت أستغفر الله أستغفر الله وكررتها 70 مرة قدرت المستغفرين من الأسحار. بس بشرط تبدأ تصلي ركعة بعد العشاء ولو حتى ركعتين بس، أو تصلي 4 ركعات متصلات زي ما احنا قلنا قبل كده مثلا، وتقرأ تقرأ قرآنا بعد الفاتحة في الأربع ركعات. الأربعة دول يعدلوا مثلهن في ليلة القدر، وتطول فيهم شوية وتستحضر صواب ليلة القدر وتصلي الأربع ركعات دول وتقرأ فيهم قرآن بعد الفتحة في بعد الفتحة في الأربع ركعات بس. ما فيش تشهد أوسط، هو تشهد واحد بس. الأربع ركعات دول كفاية جدا، صواب عظيم جدا. وتستغفر في وقت السحر 70 استغفار تكتب عند الله سبحانه وتعالى المستغفرين بس. استغفر الله استغفر الله وكررها 70 مرة. عمل وانت في الفراش، مش لازم تقول صلاة، وانت قاعد في السرير يبقى انت كده بقيت من المستغفرين بالاسحار، وتلال منزله عظيمه جدا في الاخره. كل قول هذا استغفر الله.